دعت الرعاية الأولية بوزارة الصحة جميع المترددين على المراكز الصحية إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتوجيهات المتمثلة في عدم التردد على المراكز الصحية إلا عند الضرورة، والالتزام بالحضور للمركز الصحي قبل الموعد ب15 دقيقة فقط، وحجز المواعيد إلكترونيا أو عن طريق الخط الساخن بدل الحضور الشخصي. ودعت وزارة الصحة للاستفادة من خدمة التطبيب عن بعد لتقديم الاستشارات بتقنية الفيديو والهاتف بدلا من الذهاب إلى المرافق الصحية، إذ تشمل خدمة التطبيب عن بعد كلا من الاستشارات الطبية البسيطة والاستفسارات الصحية وطلب التحاليل المختبرية وتجديد الوصفات الطبية ومراجعة نتائج التحاليل المختبرية أو الأشعة وغيرها. تهدف الخدمة إلى تقليل الاختلاط قدر الإمكان للحالات التي يمكن خدمتها عن بعد دون الحاجة للتردد على المركز الصحي. ودعت الوزارة المواطنين إلى ترك مسافة متر بين كل مريض وآخر في قاعات الانتظار وعدم اصطحاب الأطفال أو من ليس له موعد للمركز الصحي. كما شددت الرعاية الصحية الأولية على ضرورة الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى داخل وخارج المراكز الصحية.